إن الحمد لله وحده نحمده سبحانه ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانه الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تعليم عند كثير من الناس يمثل دروسا ويمثل ملخصات ويمثل كراسات ويمثل زيا مدرسية ويمثل بعض المصروفات، هذا هو الظاهر للمسألة التعليمية. لكن المؤمن في أمة الإسلام وفي أمة أراد الله أن تكون أعلى الأمم بالتعليم وبالعلم، المسلم في هذه الأمة يرى التعليم والعام الدراسي بمنظور آخر مختلف. كيف يكون التعليم بمنظور مختلف؟ أولا، التعليم رسالة لا تقل عن رسالة الأنبياء السماوية. التعليم رسالة لا تقل عن رسالة الأنبياء السماوية، حتى قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: العلماء ورثة الأنبياء. والعلماء في كل التخصصات ورثة الأنبياء. من هنا نعلم إن التعليم في أمة مسلمة يعني أنه رسالة. وأكبر دليل على أن التعليم رسالة، أول رسالة نزل بها الوحي من فوق سبع سماوات على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ماذا تعني هذه الرسالة؟ تعني أهمية العلم والتعليم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم، علم بالقلب. فهناك رسالة إيمانية، رسالة تربوية لهذه الأمة إلى يوم القيامة، ألا وهي: تعلموا واقرأوا واعملوا بعلمكم. ولذلك لما تنظر إلى أول مخلوق من بني البشر كان سيدنا آدم عليه السلام، الله أسجد له الملائكة وقبلها خلقه بيده وبعدهما أنزله إلى الأرض ليعمر الأرض. محور هذه الأمور الثلاث هو التعليم. كيف؟ خلقه بيده وقبل أن يأمر الملائكة أن تسجد له علمه الأسماء كلها. لماذا علمه الأسماء كلها؟ لما تيجي تسأل نفسك السؤال ده، ليه ربنا علم آدم الأسماء كلها؟ قال لك: لأنه لا يأمر الله سبحانه وتعالى ملائكة خلقوا من نور لا يعصون الله طرفة عين أن يسجدوا لهذا المخلوق الذي خلق من طين وخلقه الله بيده إلا بعد أن شرفه بميزة التعليم والعلم. يبقى علموا الأسماء كلها ثم أمر الملائكة أن تسجد لها، هذه واحدة. الثانية: كيف يستقيم الإنسان في الحياة وفي ضروبها ويستخرج لآلئها ومنافعها بدون العلم؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في السماء يعلم آدم هذه شجرة وهذا خنزير وهذا بيت وهذا قلم وهذا رجل وهذه امرأة وهذه سماوات وهذه أرض وهذه جبال وهذه دبابة وهذه طائرة. معقولة لآدم؟ لآدم. لماذا؟
لأنه مع تعاقب الأجيال كتب الله أنه سيستخرج من صلب آدم مع ذريته هذا العلم اكتشافات. صح ولا صح؟ يجي بعد 1000 سنة يطلع ابن من أبناء آدم بالذرة اللي ربنا علمها لآدم يوم يخترع مش عارف إيه، وبعد 1000000 سنة واحد تاني يخترع إيه، وبعد 10000 سنة واحد تالت يخترع إيه. يبقى أصل العلم علمه الله لمن؟ لآدم. لماذا؟ ليكون مبررا قويا لسجود الملائكة له، هذه واحدة. والثانية ليكون هو النور الذي يسعى به آدم لاستخراج أسرار الحياة وما فيه. ولذلك خليفة ازاي من غير علم وتعلم؟ فكان ضروريا أن يعلم الله آدم التعليم والأسماء كلها في السماوات قبل أن يأمر الملائكة أن تسجد له، وقبل أن يهبطه إلى الأرض ليتعلم آدم كيف يعمر الأرض، وهي أصل الخلافة. هذه جزئية. الجزئية الثانية أن الله أراد للحياة أن يكون فيها نور، والحياة كلها والدنيا كلها ملعونة كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام الترمذي: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. ليه بقى ربنا سبحانه وتعالى جعل الدنيا ملعونة إلا الأربعة دول؟ ذكر الله، معروفة ذكر الله، كلمة وما والاه أي وما كان متصلا بذكر الله. بتضرب الفاس في الأرض وإنت تعلم إن ده ذكر لله، لأن هو اللي قال لك اشتغل واعرق وازرع وطلع. بتروح تشتغل وتتقن عملك وإنت في عملك وبتراقب ربك وما بتاخدش رشوة، دي ذكر الله. يبقى ذكر الله إنك تقول سبحان الله والحمد لله وإنك تصلي وإنك تصوم، دي ذكر مباشر. ذكر مباشر أن تصلي، ذكر مباشر أن تصوم، ذكر مباشر أن تقرأ قرآن، ذكر مباشر أن تسبح. ما والاه يعني اللي يتصل به ويكون على رتبته بس بصورة أخرى، إنك تدخن عملك، إنك تربي أولادك، إنك تعف زوجتك، إنك تخلص في تجارتك، إنك ما تخنش شريكك. تمام؟ هذه حركة الحياة. ايه بعد كده؟ او عالم او متعلم. غير هذه الاربع ملعون في الدنيا، والدنيا ما فيها ملعون بعد ذلك. يبقى دي قيمة الايه؟ قيمة التعليم. يبقى ليس التعليم كما نرى كراسات ونماذج امتحانات وملابس واحذية ودروس خصوصية ومصروفات هندفعها، دي شكل التعليم في أمة الإسلام. لكن جوهر التعليم ورسالة التعليم التي أرادها الله التي يجب أن ننتبه إليها هي: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. لماذا التعليم؟ لتكون مخلوقا من طين وأنت أعلى مخلوق في الرتبة عند الله بالعلم الذي تعلمته. ولذلك أسجد الله الملائكة وهم من نور لمين؟ لآدم المخلوق من طين بالإيه؟ بالتعليم، بعد أن علمه الأسماء كلها. ثم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، وأنت ربما تلعن مع الدنيا إن لم تكن ذاكرا لله أو عالما أو متعلما. هذه قيمة التعليم ورسالة التعليم في الحياة كلها. أخطر شيء في الوجود هي رحلة الخلود إلى الله. يسأل في قبره 4 أسئلة. السؤال الأول: من ربك؟ والسؤال الثاني: ما دينك؟ والسؤال الثالث: من الرجل الذي بعث فيكم؟ ومن نبيك؟ السؤال الرابع: ما علمك؟ وماذا عملت به؟ ولذلك العلماء وهم يحللون لنا ويفسرون لنا إيه قيمة الإنسان أول ما يقبر يسأل هذه الأسئلة، إيه قيمتها؟ قال أهل العلم: لأنها انتقال من حياة إلى حياة، من دار إلى دار. خلص المرحلة التعليمية التجريبية في حياته،
ثم بدأ يتقدم لمؤسسة عريقة ليعمل فيها موظفا ويبدأ ياخد الخير منها بقى. ما هو تعب وذاك وتعب وخد خبرة، دلوقتي يجي الدور ان هو ايه يروح وياخد مقابل على خبرته دي، بعد ما يديهم جزء من الخبرة دي ياخد مقابل. اول حاجة بيعملوا له ايه؟ مقابلة، مقابلة باوراقه اللي هي السي في بتاعته يعني، يقولوا له تعالى ورينا امكانياتك ايه وتعالى نختبرك فيها عمليا. مش ده اللي بيحصل يا جماعه؟ انت مهندس ميكانيكا، تعالى قول لنا تصورك ايه في المصنع ولا في المؤسسه ولا في شركه، ممكن تقدم ايه، صح ولا مش صح؟ وتعالى اثبت لنا ان خبرتك دي صحيحه والشهادات اللي انت بتدعيها دي صحيحه. ولله المثل الاعلى، اول ما بتدخل القبر يبدا دار الايه، العمل ولا الجزاء والحساب؟ اهي الجزاء والحساب. المؤسسه، دخلت المؤسسه، كل واحد دخل المؤسسة يقول لك احنا صلينا عليه وكفناه ودفناه في مقابر المسلمين لأنه ادعى في حياته أنه مسلم. يوم ربنا بقى يعمل له لجنة خاصة مكونة من ايه؟ من ملكين كريمين. لجنة ايه؟ خاصة، عشان يختبر فيه إمكانيات العلم اللي تعلمه والخبرة اللي ادعاها قبل ذلك، عشان نكافئه بقى على العلم والتجربة اللي عاشها في الحياة. فيسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه وعن علمه فيما عمل فيه. هي دي فلسفة السؤال في القبر، من حياة إلى حياة. وساوى ربنا في الأسئلة الأربع بين من ربك وما علمك، وساوى ربنا بين ما دينك وما علمك، وساوى ربنا بين من نبيك وما علمك. يبقى العلم ده كراسات وملابس ومصروفات ومواصلات، ولا رسالة كبيرة وعريقة؟ رسالة كبيرة وعريقة. ولن تقوم أمة من الأمم إلا بالتعليم، ما نهضت اليابان وما نهضت دول الغرب إلا بإقرأ. أجادوا التعليم بكل وسائله في كل مناحيه، وهذا مراد الله منا، أن تكون لنا ثمرة في الحياة. ولذلك يقول لك اللي يتعلم أكثر يسعد في الدنيا وفي الآخرة أكثر. فالتعليم مش شهادة توضع على الجدران، لكن التعليم طريق للوصول إلى سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. قال لك إزاي سعادة الدنيا؟ قال لك مثلث الدنيا وسعادتها في سلس، مثلث سعادة الدنيا في إيه؟ في سلس. قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما ملك الدنيا بحذافيره. يبقى مثلث السعادة الدنيوية ايه؟ ثلاثة: صحة وأمن واقتصاد. صحة وأمن وايه؟ واقتصاد. صحة وأمن واقتصاد محور أساس الثلاثة التعليم. هي الصحة دي مش عايزة علم الأغذية وعلم الطب وعلم الصيدلة وعلم الطب الوقائي، علم وتعليم ولا مش علم وتعليم؟ هذا الصح محورها ليه؟ التعليم. والأمن، آمنا في سربه، مش عايز برضو وسائل تأمينية متعلمة زي مش عارف الأمن المركزي ومش عارف الجيش العسكري ومش عارف الشرطة العسكرية ومش عارف الشرطة الأمنية والجهات الأمنية، مش كل دول بيتعلموا لهم كليات؟ يبقى التعليم هو الأساس ولا لا؟ يبقى التعليم هو الأساس في الجهة الأمنية أيضا، في السعادة السليمة. وعنده قوت يومه، علم الاقتصاد وعلم التجارة وعلم الأغذية وعلم الأكل وعلم الشرب والحاجات دي كلها، ده علم ولا مش علم؟ محتاج تعليم ولا مش محتاج تعليم؟ يبقى إذن أضلاع ثلاثة لسعادة الدنيا أساسها ليه؟ التعليم، الصحة، معافى في بدنه، الأمن، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، علم الاقتصاد. محور السلاسل ايه؟ التعليم. يبقى التعليم هو الطريق الذي يوصل الى ايه؟ سعادة الدنيا. فكيف يوصل التعليم الى سعادة الآخرة؟ قال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم
والذين أوتوا العلم درجات. الأصل في الدرجات أنها في الآخرة مش في الدنيا بس، لما تتقال كلمة درجات يبقى الأصل فيها ليه؟ الآخرة. طب المؤمنين يرفعوا في الدنيا وممكن يتهانوا في الدنيا، صح ولا صح؟ مش بتلاقي مؤمن وأكثر الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين، كل ما يبقى إيمانك قوي يبقى تتهان، تتهان في الدنيا أكثر سبحان الله بنظرة الناس. إنما الدرجات الحقيقية فين؟ في الآخرة بالإيه؟ بالعلم. ربنا بيقول يا سبحانه وتعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون أبدا. ولذلك لما كانت هذه هي المنظومة الكاملة، والعلم والتعليم والعمل الدراسي لما يبدأ، والجامعات لما تفتح، والمدارس لما تفتح، والمعاهد لما تفتح، المسألة ليست مسألة مظهر لكنها رسالة لا بد أن نتعلمها. قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة، زي الصلاة الفريضة، وزي الصوم الفريضة، وزي الحج الفريضة، وزي الزكاة الفريضة. قال الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أمم ترفع بالعلم والتعليم، وأمم ينخفض حالها ومستواها في جميع الجهات بسبب قصورهم في التعليم. كيف يخرج لنا طبيب متميز وهو لم يتعلم الطب كما يجب أن يكون؟ كيف يخرج لنا رجل أمن متميز وهو لم يتعلم كيف يكون الأمن بأخلاق؟ كيف يوجد اقتصاد ورجال الاقتصاد لا يعلمون علما حقيقيا ولم يتعلموا علما حقيقيا؟ إذن مقومات الحياة كما قال صلى الله عليه وسلم آمنا في سربه، الأمن، معافا في بدنه، الصحة، عنده قوت يومه، الاقتصاد. لا تقوم هذه المقومات كما لا تقوم الحياة إلا بالعلم والتعليم. أسس مدارس ومعاهد وجامعات تخرج مقومات صحيحة للحياة كلها. وإذا رأيت في أمة من الأمم تعليم فاسد فاشل فاعلم أن الحياة في هذه الأمة قد حكم عليها بالفشل. مين اللي هيدير حركة الحياة غير المدرس المتميز والطبيب المتميز والمحاسب المتميز والداعية المتميز ورجل الاقتصاد المتميز ورجل الأمن المتميز؟ وكل شريحة في المجتمع لا بد أن تكون قد تعلمت علما صحيحا. فإذا نظرت إلى التعليم في بلاد الإسلام الآن ووجدت أنه ينهار فاعلم أن ذلك مؤشرا أن الحياة في الأمة كلها ستنهار. واعلم نظر الله وجهك، وأؤكد على هذه الحقيقة ونحن نتحدث عن التعليم في بداية العام الدراسي، أن العلم الذي يرفع الله به الأمم في الدنيا والآخرة هو العلم النافع. وللعلم النافع شروط. أولى شروط العلم النافع أن يكون مرتبطا بالله. علم مرتبط بالله، يا عم احنا عايزين نعمل مصانع، عايزين نعمل مكوك فضاء، وعايزين نعمل جراحة على أعلى مستوى بالمناظير والتكنولوجيا الحديثة. أولا العلم المرتبط بالله هو العلم النافع في كل المجالات. كيف يكون للعلم مكان ولا مكان ولا نفع وهو بعيد عن الله سبحانه وتعالى؟ إن أول رسالة سماوية نزلت إلى أهل الأرض: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ومضمون باسم ربك الذي خلق مع اقرأ ورسالة العلم والتعليم هي الأصل. فإذا تعلمنا في جامعاتنا ومعاهدنا ومدارسنا وعلمنا أبناءنا دون أن يرتبط هذا العلم مهما كان التخصص بالله وبالخوف من الله وبالخشية من الله وبمراقبة الله لفسدت الحياة. ولعل العلم في بعض دول أوروبا شطح وأفسد الحياة هناك لأنه ابتعد عن الله.
اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى. ما قيمة هذه الآية بعد هذه الآيات؟ يعني ليه ربنا قال سبحانه وتعالى كلا إن الإنسان ليطغى في نهاية هذه الآيات؟ لأن الله يعلم أن العلم والعالم إذا ابتعد بعلمه، والمؤسسات إذا ابتعدت بتعليمها للجيل عن الله خشية وخوفا، فإنها ستفسد الحياة. أرأيتم قارون تكبر بعلمه وابتعد عن الله، وقال عن علمه إنما أوتيته على علم عندي، فكانت النتيجة فخسفنا به وبداره الأرض. إنما العلم المرتبط بالله تواضعا، المرتبط بالله منهجا، المرتبط بالله أدوات، المرتبط بالله غاية، المرتبط بالله نية، هذا هو العلم النافع للأمة. أنا أشهد بأن كثير من مؤسسات التعليم في دول الإسلام الآن تبتعد عن هذا الهدف وعن هذا الشرط. الشرط الثاني في العلم النافع أن يكون مرتبطا بالأخلاق. فالتربية أولا قبل التعليم. ما قيمة رجل حصل على الدكتوراه، حصل على الماجستير في أي تخصص وليس لديه أخلاق؟ لا قيمة له. ما قيمة علم ننشره في المدارس يملأ الكتب، والذين يتعلمون فقدوا الأخلاق مع مدرسيهم، وفقدوا الأخلاق مع آبائهم وأمهاتهم ومع مجتمعهم. فين الأخلاق والولد في جيبه علبة السجاير وهو لسه في ثانوي؟ فين الأخلاق والبنت معاها محمول عليها أرقام لأكثر من شاب؟ فين الأخلاق والمدرس عينه على الدروس الخصوصية؟ فين الأخلاق وإدارة المدرسة لا تستطيع أن تتقي الله لا في المدرسين ولا في التلاميذ الموجودين في المدرسة؟ فين الأخلاق؟ فين الأخلاق والولد أصبح يبجح في من يعلمه؟ فين الأخلاق؟ فين الأخلاق وده لبس ولادنا في المدارس اللي احنا بنشوفه ده؟ كل هم الآباء والأمهات درجات آخر السنة ايه؟ الواد جاب كام في الماس؟ الواد جاب كام في الإنجليش؟ الواد جاب كام في الدراسات؟ تقديرك كان ايه السنة دي؟ ولا نلتفت أبدا لأخلاقيات كثير من أبنائنا سواء داخل المدارس أو في الشوارع أو في البيوت. فكيف ننتظر خيرا أو نفعا من متعلم أو من معلم فقد الأخلاق؟ إنما الأمم الأخلاق، إن ذهبت أخلاقهم ذهبوا. زمان يا جماعة كان يمتاز المسلمين بشيئين، تعليم علم يعني وأخلاق. أخبروني بالله عليكم اليوم بماذا يمتاز المسلمون؟ بالتعليم السليم السوي المستقيم المحترم النافع؟ لا، يبقى إذن بالأخلاق عشان هم مسلمين. أين الأخلاق؟ ادخل أي مدرسة من المدارس وانظر إلى مناظر لمناظر الطلبة والتلاميذ المتعلمين في أي مدرسة وفي أي جامعة، انظر إلى السلوكيات، انظر إلى احترام التلاميذ مع الأستاذ، انظر انظر كيف أصبح المدرس غير قدوة في كلامه في أسلوبه في سلوكه، يدخن أمام الطلبة ولا شيء، يسب بألفاظ بذيئة لا شيء، يصاحب بعض الطلب عشان مصلحة خاصة لا شيء، ما فيش مشكلة، يتودد إلى البعض علشان دروس خصوصية ما فيش مشكلة. وتضيع الأخلاق ومنظومة الأخلاق هنا في هذه النقطة. فلن نجد لأمة رفعة من خلال تعليمها إذا فقدت تعليم الأخلاق. أرجوكم يا آباء يا أمهات يا أولياء الأمور في كل مكان، يا من تقومون على التعليم رسالة تساوي رسالة النبوة، أرجوكم جميعا ركزوا على أخلاق أبنائكم. لا تجدي شهادة يحصل عليها الولد أو تحصل عليها الفتاة بدون أخلاق. الشهادة المعتمدة
التي ترفع الإنسان في الدنيا والآخرة الأخلاق، الشهادة المعتمدة التي تجعل الإنسان كيان في المجتمع على الأخلاق، الشهادة الذي أخذها بدون أخلاق أصبح بها مرتشي، الشهادة الذي أخذها بدون أخلاق أصبح بها طبيب مخادع يخدع الناس في العلاج الذي يكتبه للناس، الشهادة الذي حصل عليها وهو قاضي أو في السلك الأمني أو في سلك المحاماة بدون أخلاق كانت النتيجة لعب بكرامة الناس وإهانة لكرامة الإنسان في كل مكان. فلنركز على الشرط الثاني في العلم النافع على وهو الأخلاق مع التعليم. ثالثا، الشرط الثالث من شروط العلم النافع، إن كنا نريد نهضة لأمة سماها ربنا أمة اقرأ، أن يكون ذلك العلم نافعا بالفعل لأنه مرتبط بحركة الحياة والتعمير. قلنا فيما قلنا بأن الله ما أهبط آدم إلى الأرض إلا بعد أن علمه الأسماء كلها. لماذا؟ لأن الله يعلمه مقومات تعمير الأرض والخلافة في الأرض. يا آدم هذه أرض وهذه سماء، يا آدم هذه بحار وهذه جبال، يا آدم هذه حيوانات، يا آدم هذه مروحة وهذا مصباح، يا آدم هذه سيارة اسمها BMW. معقولة؟ آدم تعلم هذه الأشياء في السماء كمخلوق أول؟ أيوة. ليه؟ عشان يجي الجيل بعد جيل، آدم مات ويجي بعده جيل بعد جيل بعد جيل، فغرس الله في كل جيل اكتشافا سيكتشفه أحد أشخاص ذلك الجيل ويسموه بالاسم اللي ربنا علمه لآدم منذ أن خلق آدم. دي مقوم من مقومات الحياة، العلم النافع اللي مرتبط بالحياة. نصرخ بأعلى صوت والله يا إخواني، بأعلى صوت في كل مكان، ونقول انظروا إلى المناهج الدراسية في كل التخصصات، هل هذه المناهج من الناحية العملية تعمر الحياة وتنهض بالأمة، أم أنها حبر على ورق تحشى به ذاكرة أبنائنا وفقط وتضيع معه أموالنا وأوقاتنا وأعمارنا؟ شوف إيه العلم النافع اللي ينفع رجال الاقتصاد عندنا هنا، ورجال الطب عندنا هنا، ورجال التربية والتعليم عندنا هنا، ورجال الإعلام عندنا هنا. يا جماعة بص للنتيجة وانت تعرف الأساس كان إيه. إذا فسدت الثمرة فلعل الجزر فاسد، إذا فسدت الثمرة فلعل الجزر إيه؟ فاسد. إذا عوج الظل فلا تعيب إلا العود، لأن العود معوج. فإذا كان هناك كثير من الخريجين في التعليم الآن في كثير من التخصصات ليس لهم مهنة وليس لهم عمل وليس لهم وظيفة وليس لهم تدريب وليس لهم خبرة، أساسا كان ليس لهم علم. العلم النافع، العلم التجريبي، العلم اللي يزرع شجرة ويطلع ثمرة، العلم اللي فيه بحث علمي ينفع كل جزء في المجتمع اللي احنا عايشين فيه، ده المطلوب. وحشو نظريات مستوردة لا فائدة ولا طائلة منه، فكيف يكون نافعا وكيف يكون مقبولا عند الله وكيف يكون مؤسسا لهذه الأمة أمة اقرأ؟ الشرط الرابع من شروط العلم النافع، أن يكون العلم مرتبطا بلقاء الله في الآخرة. يا عم احنا عايزين نعيش هنا، علمني هنا واديني شهادة هنا ووظفني هنا اخد مرتب حلو هنا واعيش مستريح هنا، بكرة بقى لما قابل ربنا ده موضوع تاني. لا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله في رب العالمين. أكبر مصيبة نقع فيها كآباء وأمهات ونحن نربي أبناءنا ونعلم أبناءنا ونذهب بهم إلى المدارس هذه التي سأذكرها الآن، الولد بيلبس وبياكل بياخد دروس خصوصية بندفع له المصاريف بنجيب له عربية توصله المدرسة وينجح آخر السنة ويحصل على شهادة، وأفنينا معه كثير من مالنا وعمرنا ووقتنا وجهدنا و
ونسينا أخطر جزء في حياتنا، ألا وهو أن نربط ذلك الولد في مسألة التعليم بلقاء الله. ده جديدة خالص دي، إزاي نربطه بلقاء الله؟ الواد هو طالع ياخد درس كده أقول له خلي بالك ربنا يحاسبك على العلم اللي أنت بتتعلمه ده، خلي بالك الفلوس اللي احنا بندفعها دي ربنا يسألك عنها يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم والرجل في مال أبيه مسؤول أمام الله. الولد هو طالع كده اللي بيقطع في الورق ويقطع في الملخصات وندفع فلوس الدرس وما نروحش، أو ياخد الفلوس مش عارف يقعد بيها على كافيتيريا مع أصحابه، أو مش عارف يعمل غير به موبايل من ورا أبوه، وإلى مغير يقول بنت مش عارف تعمل إيه وإيه وإيه، ونضيع المسألة التعليمية. ما احنا لازم نذكره بالجزئية دي، علاقته مع ربنا، علاقته مع الآخرة. فالجيل لازم يتربى على رسالة التعليم قبل ما نعلمه، إن فهموا إن دي رسالة توصله لربنا، تنجيه في الآخرة وتنجيه في الدنيا. نعلمه إن الإنسان منا عايش يومين وهيقابل ربنا سبحانه وتعالى ويسأله في قبره عن علمه ماذا عمل به. تسأل ابنك واسأل بنتك كده أنت بتتعلم ليه؟ تسأله السؤال ده بس. كثير من الآباء يا ابني أنت عايز تطلع إيه؟ الواد يقول عايز دكتور، مهندس، ضابط، لواء، مش عارف إيه، مش عارف إيه. لا أنا عايزك تسأله سؤال واحد بس، أنت بتتعلم ليه؟ بس. يقول لك مش عارف، قول له لا أنا بقى عارف وهقول لك أنت بتتعلم ليه؟ أنت بتتعلم علشان تكون إنسان صالح في المجتمع. علشان النهارده أنت بتاخد من البلد بكرة تدي البلد. علشان النهارده ربنا بيعلمك بكرة ربنا هيحاسبك على العلم ده. عشان النهارده أنا بصرف عليك عشان بكرة ربنا هيسألني صرفت عليك ليه؟ دي لازم نعلمه لأبنائنا. إذا كنا نريد في عند راسي إحنا شغالين فيه إن أبنائنا يتعلموا صح. لأن الطامة الكبرى والمصيبة الكبرى أنها أصبحت رسالة مالية مادية عند كثير من القائمين على التعليم. فإحنا عايزين علم نافع يقربنا من ربنا ويقرب ولادنا من ربنا، نعمر به الحياة ونقابل ربنا به سبحانه وتعالى يوم ربنا سبحانه وتعالى يجعل الكراسة اللي أنا جبتها لابني في ميزان حسناتي، والمصاريف اللي دفعتها لابني في ميزان حسناتي، والدرس الخصوصي اللي أنا اديته لابني في ميزان حسناتي، والوقت اللي أنا جلست مع ابني علشان أسأله عمل إيه ولا أتعاهد معه دروسه يكون في ميزان حسناتي، والقلم الرصاص والقلم الجاف والمصاريف والشنطة والكوتشي وكل حاجة تبقى في ميزان حسناتي. بإيه؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثلاث فصائل في التعليم دار حولهم رسالة التعليم، مين؟ الوالدين، ومين؟ الأبناء اللي هم بيتعلموا، ومين؟ القائمين على التعليم. ثلاث فصائل لم يفهموا جيدا أنهم بالإخلاص في التعليم يصلون إلى الجنة من أقرب طريق. روى مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. يعني الرجل اللي بيركب الباص ده والعربية دي ويوصل عيالنا للمدرسة لو نواها لله تكون العربية دي سبب انه يدخل الجنة، والمواصلة دي سبب انه يدخل الجنة، والمصاريف اللي بنصرفها ما ضاعتش اتحطت في ميزان حسناتنا، والوقت اللي احنا بنبذله مع ابنائنا ما ضاعش برضه هيوصلنا للجنة، والعرق اللي عرقناه والسهر اللي اولادنا سهروه هم بيذاكروا هيوصلهم للجنة. بإيه؟ بالنية. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أنتهي من كل هذا الكلام فأقول ما ينقصنا في التعليم إلا النية الصادقة والأخلاق، وأن يكون العلم نافعا لحركة الحياة، وأن نتقي الله جميعا في التعليم وفي منظومة التعليم، الآباء والأمهات، الأبناء والبنات، المدرسين والمدرسات والقائمين على التعليم في بلاد الإسلام، وإلا والله سيحاسبنا الله على ذلك حسابا عسيرا.
أموال طائلة بتصرف ووقت كثير بيضيع ومجهود كبير بيهدر والنتيجة صفر، لأننا مش فهمنا الرسالة الحقيقية للتعليم والمسؤولية اللي على أكتافنا تجاه التعليم. آباء وأمهات، أبناء وبنات، معلمين ومعلمات، ولنا مع هذه الفصائل الثلاث نصيحة غالية ونحن نتحدث عن رسالة التعليم نعيش معها بإذن الله بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. إن الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه صلى الله عليه وسلم في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين بإحسان إلى يوم الدين. التعليم الذي أراده الله بين خلقه رسالة وأمانة، وأهم جهات جعل الله أمانة التعليم في أعناقهم ثلاث جهات. الأولى ولاية الأمور في البيوت، الآباء والأمهات، والثانية أبناؤنا من الأولاد والبنات، الجهة الثالثة هم المدرسين والمدرسات. وعلى هذا يجب على كل جهة من هذه الجهات أن تعلم جيدا أنها ليست مجرد مدرسة وليست مجرد كراسات ومصروفات وملابس وحصص وشهادات، إنما هي رسالة تحيا بها الأمم إلى يوم القيامة. ولعل القرآن الكريم حين يتحدث في كثير من آياته عن التعليم في ذلك إشارة إلى عظم التعليم عند الله، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما يبين في أكثر من حديث قيمة المعلم وقيمة المتعلم وفضل من ييسر العلم وييسر طريق العلم بين العالم والمتعلم، هذه الأحاديث وهذا الكلام من فم النبي صلى الله عليه وسلم أكبر دليل على قيمة العلم ورسالة العلم، وهي أمانة من يضيعها يضيعه الله في الدنيا والآخرة. أقولها بأعلى صوت، أمانة العلم في بلاد الإسلام خاصة، من يضيعها يستحق أن يضيعه الله في الدنيا والآخرة. لعلك تذهب بأبنائك إلى مدرسة أو إلى معهد أو إلى جامعة وتقول انتهى دوري، أقول لك لا، إن الدور بدأ والأمانة قد حملتها، فإن ضيعتها ضيعك الله. فما هو دور الآباء والأمهات في التعليم؟ أولا النية، لماذا تعلم أبنائك؟ يعجبني ما قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منهم أو ولد صالح يدعو له، ومنهم أو علم ينتفع به. تخيل حضرتك لما تدخل ابنك مدرسة وتعلم ابنك تعليم نافع، بيعود عليك الاثنين، الشيء الأول الولد بيطلع صالح أو البنت بتطلع صالحة للمجتمع، وكلمة صالح ليس معناها يصلي أو يحفظ قرآن فقط، كلمة صالح تعني أنه يقدم نفعا لنفسه مع الله ومع الخلق، يشتغل يتقن عمل، يقول كلمة يصدق في كلمته، يدي وعد يصدق في وعده، في أي مكان وفي أي زمان هو عضو صالح في المجتمع، ولد أو بنت. تخيل لما الولد يتعلم علم نافع يصبح بذلك في ميزان حسناتك مرتين، المرة الأولى لأنك علمته علما نافعا، ومن مات انقطع عمله إلا من علم نافع. العلم اللي ابنك بيتعلمه ده وانت السبب فيه، ما هو علم نافع ليك انت، بعد موتك بتؤجر عليه، كل ما ابنك بتعلم بتؤجر، وكل ابنك ما بيعلم ذلك العلم لغيره بتؤجر.
ولما الولد بيطلع صالح ويدعو لك، الدعاء بتاع الولد ليك ايه؟ مستجاب في حقك. إذن مهم جدا واحنا بنعلم اولادنا النيه تكون خالصه لمين؟ خالصه لله. مش كل همك انك عايز الولد يدخل حربيه عشان يطلع مش عارف ضابط حربيه، او الولد يدخل طيران جويه عشان يطلع ضابط طيران، او الولد يدخل طب عشان يطلع دكتور. مش ده الهم الاكبر. الهم الاكبر انه يطلع صالح، انه يطلع مستقيم. ولن يحدث ذلك الا اذا حملت انت وامه الامانه كما يجب. ازاي احمل الامانه كما يجب؟ اعلم انك ان ادخلت ولدك او بنتك السلك التعليمي فقد بدات مرحله الجهاد في سبيل الله. مصروفات جهاد في سبيل الله، قلق على الابناء والبنات جهاد في سبيل الله، متابعه للابناء جهاد في سبيل الله، حرص على اخلاقيات الابناء ومن صحابهم وصحبه مين وبيمشوا مع مين ومن رفقائهم وبيكلموا مين وبيتصلوا بمين، ده جهاد في سبيل الله. في ناس ما بتنامش بسبب ابنائهم في الدروس في المدرسه، اصحابهم، تليفوناتهم، في ناس ما بتنامش، وهذا يعد في ميزان حسناته لانه بيجاهد ويعلم ما هي الرساله التي يحملها. مش موضوع شهاده ولا موضوع ورقه سيحصل عليها الولد في نهايه السنه وخلصت المساله. يا جماعه الامر اخطر واكبر واعظم من ذلك بكثير. انت تبني جيل وانت تعلم ابنك او بنتك. يبقى على الوالدين نيه صالحه، اثنين يعلموا ان ذلك جهاد في سبيل الله فيبذلوا ايه؟ بكل ما يستطيعوا من امكانيات ماديه معنويه متابعه، بس جهاد في سبيل الله. انت بتجاهد في سبيل الله، بتعد انسان صالح في المجتمع لتقوم عليه الامه بكره، وبنت صالحه لتقوم عليها الامه غدا. يبقى ده جهاد ولا مش جهاد؟ جهاد في سبيل الله. ثالثا بالتابع، واسف على كثير من الاباء والامهات يعلموا ابنائهم وينفقوا على ابنائهم ويضيع وقت كثير جدا مع أبنائهم للحصول على الشهادات لكن بغير متابعة. أنا أريد أن تتابع ابنك، وصل فين؟ قلبه فين؟ وعقله فين؟ ذكاؤه فين؟ إدراكه فين؟ أخلاقه فين؟ دينه فين؟ الولد بيرجع، عملت النهاردة في الامتحان، يقول لك الحمد لله جبت 10 من 10، ويدخل ينام ويصحى من النوم وينام تاني وعدى فرض واثنين وثلاثة واربعة وخمسة في اليوم، وحضرتك ما سألتش الولد ولا البنت صليت ولا لا، بيحصل ولا مش بيحصل؟ وكل همك الدرس لسه عليه 5 دقائق، انا بدفع لك في الدرس في الحصة 20 و30 جنيه، يلا بسرعة وركز وخلي بالك. امال فين الصلاة؟ امال فين الخلق؟ تابعوا ابناءكم فإنها أمانة، وسيسألكم الله على أخلاق أبنائكم قبل شهاداتهم، ويسألكم الله على صلاة أبنائكم قبل درجاتهم في الامتحانات. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. وأعلم يقينا أن كثير من الآباء والأمهات يبذلون قصارى جهدهم في كل النواحي. أقول لهم أبشروا واحتسبوا الأجر عند الله. احتسبوا يعني إيه؟ يعني اعلموا ان اجركم على الله، لا على وزاره التربيه والتعليم، ولا على الكليه اللي ابنك هيتخرج منها، ولا على ابنك نفسه. ابنك ما تنتظرش منه غدا ان يعطيك نصف راتبه، مش هيحصل. ولو حصل ده اجر لا يساوي شيء بالنسبه اللي لك عند ربنا سبحانه وتعالى. فمن تعب مع ابنائه واحتسب الاجر عند الله فان الله حكم بانه لا يضيع اجر من احسن عملا. هذه هي الكلمه الاولى لمين؟ للجهه الاولى، اباء والامهات في البيوت، محور ارتكاز التعليم. الجهه الثانيه الابناء، اتقوا الله في ابائكم وامهاتكم، ثم اتقوا الله في أمتكم وبلدكم، ثم اتقوا الله في المال الذي ينفق عليكم من آبائكم وأمهاتكم ومن بلدكم. يعني نعمل إيه؟ مطلوب منك ومنها سواء في ابتدائي، في إعدادي، في ثانوي، في جامعة، بتحضر ماجستير، بتحضر دكتوراه، أن تعلم جيدا أنه مطلوب منك أن تستعد لهذا الجهاد. أنت بتجاهد في سبيل الله. يا جماعة أنا قلت زمان، الذي يطلب العلم يمسك بيده قلم،
هذا القلم يساوي السلاح الذي يرفع في سبيل الله، والراية التي ترفع في ساحة القتال والجهاد في سبيل الله. نحن نجاهد ونحن نعلم أبناءنا، فنحن نقول لأبنائنا استعدوا فأنتم في جهاد. بقلبك استعد، لأن طلب العلم فريضة. أنت رايح تصلي لله وأنت داخل الفصل، لازم تستعد وانت رايح عشان تطلب العلم، وتحافظ على العلم اللي انت هتتلقاه، وتحترم المدرس اللي انت بتتعامل معاه، وتحترم ولاة الأمور في المدرسة اللي انت بتتعامل معاهم، وأخلاقك قبل درجاتك، وصلاتك قبل درجاتك، وسلوكك قبل شهاداتك. لازم نركز مع أبنائنا في هذه القضايا، هذا في هذا العصر بصفة خاصة. يا أبناء استعدوا. ومع الاستعداد والمذاكرة لا بد أن يكون هناك صبر عندك. سيدنا موسى قال له الله سبحانه وتعالى: يا موسى، عند ملتقى البحرين رجل عنده علم وهو أعلم منك في ذلك العلم. خد سيدنا موسى الغلام بتاعه، وكما تقول الرواية هو يوشع ابن نون، هذا الغلام سيصبح نبيا بعد ذلك، بعد موت سيدنا موسى. أخذه وسار به كثيرا، وتعب في السفر لغاية ما وصل مجمع البحرين. وسيدنا موسى لما تعب خالص والتقى بالعبد الصالح قال له إيه؟ قال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبر، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ شوف إصرار بقى سيدنا موسى واستعداده وقوة إرادته، وده اللي مطلوب من أبنائنا نربيهم عليه وهم يتعلمون. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا. لن يفلح التعليم إلا إذا ربطناه بالله. شوف سيدنا موسى بيقول إيه؟ ستجدني إيه؟ ها؟ إن شاء الله. وابنك طالع للدرس كده، أقول له: يا ابني روح الدرس وقول: يا رب وفقني وافتح بصيرتي ويسر لي أمري واشرح لي صدري، عشان ربنا يفتح لك العلم، يفتح لك خزائن العلم. يبقى أبنائنا لازم نعلمهم الصبر وهم يدرسون وهم يتعلمون، مش الواد يحضر درس ويجي ينام يذاكر نصف ساعة وبعدين يقول أنا تعبت. يقول له: لا، تعالى ما أقول لك نموذج، أدي نبي كلم الله. تعب إزاي عشان يروح يتعلم له ثلاث كلمات من العبد الصالح؟ ثلاث كلمات بس، أما السفينة وأما الغلام وأما الجدار، ثلاث كلمات. إنما بنتعلم من هنا إن أبنائنا لابد أن نؤصل فيهم الصبر وهم يتعلمون العلم، ونؤصل فيهم قوة الإرادة والاستعداد، ونؤصل فيهم إن هم يجاهدون في سبيل الله. خلي بالك المعاني دي راقية جدا ومهمة جدا، وما نضيعش تعب العيال، نطبطب عليهم، نبقى رحماء بيهم، ونسندهم ونساعدهم، ناخد بإيديهم، عشان الجهاد صعب لأنه ترفع به راية الأمم وهو التعليم. بنقول لأبنائنا: سلاحكم الصبر والاستعداد وحسن الخلق، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. الجهة الثالثة التي عليها أمانة التعليم في بلاد الإسلام، ألا وهم المدرسين والمدرسات. والمدرسين والمدرسات لهم كل الفضل بعد الله في تعليم أبنائنا. قف للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، بل أنا أقول إن المعلم رسول. رسالة التعليم تساوي رسالة النبوة، قال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. ولذلك لازم تحترم المعلم والأستاذ زي ما بتحترم أبوك، وتحترم المدرسة زي ما بتحترم أمك، وتحترم المدرس القدوة كما أنك تقترب من احترام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول هو اللي أمرك بكده. والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك: ده الملائكة بتحب المدرس، والملائكة بتدعو للمدرس بتاعك، والملائكة تضع أجنحتها للعالم الذي يعلم الناس رضا بما يصنع. وما تحترموش إزاي؟ وما توقروش إزاي؟
بس مين هو ده المدرس بقى اللي لازم نحترمه ونوقره ونجله؟ المدرس الذي يتصف بثلاث صفات. الصفة الأولى أنه قدوة. قدوة يا عم، الله يكرمك، أنت جاي تعلمني وتربيني، مش معقولة يبقى مدرس بيعلم ويربي ويخلق وهو يفتقد هذا كله. يدخن في الفصل، تلاقيه بيتلفظ بألفاظ سيئة، تلاقيه كل همه وكل غرضه وكل غايته الماديات والدروس الخصوصية، ما يتجهش أي اتجاه، ليه مكانته في المجتمع وفي الفصل. من أجل ذلك نقول أيها السادة الذين يحملون أمانة العلم ويوصلوا العلم أبنائنا في المدارس وفي المعاهد وفي الجامعات، كونوا قدوة في شرخ بينكم وبين أولادنا. ليه؟ لأنكم افتقدتم القدوة. الصفة الثانية، كونوا رحماء، اتقوا الله وارحموا أبناءنا. الولد مش فاهم، فهمه، فهمت مرة واثنين وثلاثة ومش فاهم، يبقى المسألة صعبة، أو المسألة مش صعبة، أنت اللي صعب. يعني أنا اللي صعب؟ يعني هل أنت جيت في يوم من الأيام وذكرت لأبنائنا وشرحت درس لأبنائنا في فصلك وجدت أن الأبناء لا يستوعبون منك أكثر من درس، فعلمت أن العيب فيك وأن عندك ذنوب بينك وبين الله، فرجعت إلى الله وتبت من ذنوبك ليرفع الله هذا اللبس الذي عندك على لسانك ليفهم بعد ذلك الأبناء منك، عملتها؟ في مدرس يا جماعة، في مدرس معصوم؟ في مدرسة معصومة من الخطأ؟ طب ما أنت ممكن بسبب ذنوبك أيها المدرس وأيتها المدرسة، بسبب ذنوبك ربنا يمنع الخير أنه يطلع منك ويصل لأبنائنا. مطلوب إيه؟ تتقي الله وتتوب لربنا وترجع على ربنا وتخلص اللي بينك وبين ربنا وتجعلها لله عشان الرسالة تصل إلى أصحابها. هل جيت في يوم من الأيام وكنت رحيما بنفسك وبهؤلاء وفي جوف الليل صليت ركعتين وأنت ساجد قلت يا رب فتح لي عقول تلامذتي يا رب؟ في مدرس عمل كده؟ واللي بيعمل كده ربنا بيبارك له وربنا بيفتح له عقول التلامذة اللي تحت إيديه، وساعتها ما هيحتاجوش لدرس خصوص، إنما هو يمكن يتعمد ما يتقيش ربنا ويشرح عشان يحتاجوا للدرس بتاعه عشان يدفعوا له العشرة والعشرين والثلاثين والأربعين، وكل ده زائل والباقي كلمة خير اتقيت ربنا وانت بتقولها لأبنائنا في المدرسة عشان ما يحتاجوش لدرس خصوصي عندك ولا عند غيرك. لمس يبقى فيه رحمة، ولما بيجي يدي درس خصوصي يعني لولد ولا اتنين ولا تلاتة بيشترط حصة أو حصتين، ما يزيدش عن كده، والحصة 60 دقيقة ما تزيدش عن كده، والرقم المادي اللي يحدده ولو ما فقناش عليه ما يجيش تاني ولا نشوف وشه تاني. هل هذا المدرس يستحق أن تدعو له الملائكة؟ هل هذا المدرس يستحق أن تستغفر له الحيتان في البحار؟ هل هذا المدرس يستحق تدعو له النمل تحت الصخور الصماء؟ كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحار ليصلون على معلم الناس الخير. معقولة كل دول عارفين المدرس؟ عارفين، وعارفين اسمه، عارفين اسمه، وبيدعو له، بيدعو له. من هو المدرس الذي يدعو له الحوت والنملة وأهل السماوات وأهل الأرض؟ مين هو اللي عنده رحمة بأولياء الأمور في الدروس، اللي عنده رحمة بالأبناء وبشرح بيتقي الله، اللي عنده رحمة وعارف أن دي أمانة وربنا هيحاسبه عليها؟ من أجل ذلك كله نقول ونصرخ بأعلى صوت لكل مدرس ومدرسة، لكل من كان عنده العلم وجعل الله رسالة التعليم أمانة في رقبته، إن الله أعطاك العلم وسيسألك في قبرك مرة ماذا عملت بذلك العلم، وسيسألك يوم القيامة 1000 مرة ماذا عملت بذلك العلم، هل كتمت العلم؟ وكاتم العلم يلجم يوم القيامة بلجام من نار. هذا الذي كتم العلم حكم على نفسه بأن الله سيلجمه لجاما من نار يوم القيامة.
والمال اللي هيحصل عليه المدرس لن يبارك الله له فيها. أختم هذا الكلام المبارك فأقول: مطلوب من المعلمين والمعلمات في كل زمان ومكان أن يكونوا قدوة. دخل تشرح للولاد درس في الدين ولا درس في اللغة العربية وتشرح لهم آية قرآنية وهي لبسها مش محترم، طب هي كده قدوة للبنات؟ دخل يشرح للولاد درس في علم التربية في الجامعة هو مش بيتقي الله فيهم، بالله عليك هل هذا العلم سيصل؟ شيء ثاني، يجب أن يكون المعلمون رحماء بنا وبأبنائنا. الشيء الثالث والأخير، عليهم أن يراقبوا الله قبل أن يراقبوا أي أحد. كل عينه على الفلوس، كل عينه على الماديات، كل عينه على الدروس الخصوصية، كل عينه على الحوافز. لما تتقي الله يذكر لي أحد المسؤولين في وزارات التربية والتعليم ووزارات الأزهر تعليمية يقول لي بالنص: المدرسين كثير منهم إلا من رحم الله عينه على الفلوس، حتى الحصة اللي هي فرض عليه في الوزارة ما بيتقش ربنا فيها. فقلت له: وكيف يبارك الله له في ذلك المال؟ بيقبض 1,000 و2,000 و3,000 ومن الدروس بيدخل له 1,000 و2,000 و3,000 وأكثر وربنا ما بيباركش. أول ضياع مش في الفلوس، أول ضياع بيأتيه في أولاده بعد ذلك، لأن الجزاء من جنس العمل. زي ما هو ضيع أولادنا ربنا بيضيع له أولاده. فلنتق الله آباء وأمهات، فالعلم رسالة وأمانة. ولنتق الله بنين وبنات، فالعلم رسالة وأمانة. ولنتق الله معلمين ومعلمات، فالعلم رسالة وأمانة. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، واسترنا ولا تفضحنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعل العلم والعمل خالصين لوجهك الكريم. اللهم نور بصيرتنا، وبارك لنا في أبنائنا، واهد شبابنا وفتياتنا. اللهم وفقنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم ارض عنا وعن المسلمين. اللهم ارض عنا وعن المسلمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلمنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا سالما رددته. اللهم استرنا في الدنيا واسترنا في الآخرة، وارحمنا في الدنيا وارحمنا في الآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم.